على سندب سمعتني بربي عيش اختي فك الخد والله انصختش نمشي نقول لك حشمه منك على الاخر صحيح انتقاريه اما سيف توا تلقى خدمه اما نجم نعطيك حاجه تشبيها روحك اللي تلقى حاجه باهيه فما عايله يلوجوا على بنيه باش تعاونهم في خدمه تاع الدار نجم مش أول وحيد احنا أمنا وبنا يتوفيوا لا لازمنا توا نقومو نعملو على رواحنا نتخمم في شيء لازمك ترجع تقرا على روحك سامحني القراية لازمها مصاريف أنا توا لازمني نمشي ندوش خدمة على روحي لا عايش خويا ما يهمك في شيء أنا كلمت صاحبتي دبرت لي خدمة في شركة سير خويا تهنى عايش عايش أختي صاحبي ظروفنا تعب على الاخر انا واختي ملي توفيت امي وبابا هذيك هي الدنيا يا برحش عندك تعمل لو جيت كل صاحبي تنبدلوا شويه جو ركشوا مع بعضنا شكون هذاك؟ في ولد كلاسي مريق الطفل محلي منظم عندك انت تعرفه ديجا وقتها هو في وينه؟ نكلم يا روجي وينك من بكري نستنى فيك بالله امانه مانيش وحدي راه ليه مريق لاني جاي كان اسمعني مشيو بحديه او كلمني ما يحبش يخرج هو تاعي عاد ركش بحديه فدا فرجوي نتحرك وانا بدي فديت يا هي بدك شوي جام سمعتني مني مش نعرف بوني شيء تاني تي او حاجة يا حبايب اسمعني اخوي جيت هذيك ماهيش بوني شيء في القامة اختي تعاون في يومي في الدار هذيك مش بيقول حتى مع الموضوع معناه تعدي احكي لي شو عامل
وعليها الشركة اللي تخدم فيها، بلي فماش بوست معاك بعد قرايتك وشهادتك تمشي تخدم بونيشة عند العبيد ناظرهم في الوسخ متاعهم، حتى باش نشرف بيك خدم صحابي باش نقول لهم هذيك أختي ما جاتنيش الجرأة. تعرف علاش؟ على خاطرك تخدم بونيشة. تسكر فمك وتحشم على روحك، أنا نخدم على سيادتك في الديار، مانيش نعمل في العيب، أنا نخدم خدمة نظيفة وشريفة، باش نوصل نقريك أنت ولبسك، ونصرف عليك باش توصل كيف أولادك وتفرحني، مش تسعر بي وتدهيني في دار الناس. أنا في بالي خسرت ربي وبابا، أما اليوم زدت خسرتك أنت.